شكرا يا سيدتي الرئيسة، أشكركم على عقد هذا الاجتماع الطارئ، وأشكر الضيفين على العروض المقدمة. منذ شهر اعتمد المجلس بدعوة من غيانا وسويسرا كجهتي اتصال غير رسمية حول موضوع الجوع والنزاع المسلح، مذكرين بأهمية وقف الانعدام الأمني الغذائي في قطاع غزة، وأكدنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تشدد على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإلا لاحت المجاعة في الأفق في غزة. وبالرغم من اعتماد القرار 27 و28 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن المعارك تواصلت وانعدام الأمن الغذائي قد تأزم ولا يحصل الناس على الغذاء ولا على الماء ولا، وهذا أمر مأساوي بالنسبة للسكان في قطاع غزة. ونحن نعرب عن احترامنا الكامل لجميع العاملين الإنسانيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المعونة. نحن نتوجه بالشكر إلى المنظمات أو نتقدم بآيات التعازي إلى الأسر المكلومة التي فقدت فردا في الهجمات على غزة. الهجمات على العاملين الإنسانيين تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتوقف فورا. وهنا نحتاج إلى تدابير ملموسة للتخفيف من المخاطر فورا. قطاع غزة أصبح أخطر مكانا في العالم بالنسبة للعاملين الإنسانيين، فنرى فيه انعدام أمن معمم وقيود على الحركة تقود عمل المنظمات الإنسانية، فتضطر إلى تعليق عملياتها، ولكن تواجدها لا غنى عنه. ومن ثم مجمل منظومة المساعدة تتهاوى. المنظمات الإنسانية ومنها الأونروا يجب أن تتمكن من إيصال المساعدة إلى السكان دون عراقيل. كل يوم له أهميته، ووفقا لتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، فإن قطاع غزة يمكن أن يواجه مخاطر المجاعة في نهاية شهر مايو أيار. ووفقا لليونيسف، غزة تشهد أسوأ مستويات سوء التغذية في صفوف الأطفال في العالم، وهذا يؤثر في تطور الأطفال على جميع الأصعدة ويعرضهم لمخاطر الإصابات والأمراض. وهذه الآثار يمكن ألا يكون لها فيها رجعة طوال حياة أولئك الأطفال. سويسرا تذكر بالتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في يناير ومارس، وهي ملزمة. وفي 28 من مارس آذار، المحكمة طالبت إسرائيل بالعمل بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل طارئ. وتذكر سويسرا بأن هذه التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة ملزمة. إذن ونطلب من إسرائيل أو نتوقع من إسرائيل أن تلتزم بها وتنفذها، وذلك في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونشعر بالانشغال السديد بسبب آثار ذلك على السكان المدنيين، لا سيما بالنسبة للعملية المرتقبة في رفح والتي لا ينبغي أن تتم، ولها سيكون لها تداعيات إنسانية وخيمة إن وقعت. القرارات 27/12 27/20 27/28 الصادرة عن هذا المجلس يجب أن تنفذ بشكل كامل وفوري، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فورا دون شروط. والوقف الفوري لإطلاق النار الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار مطلوب لحماية الأرواح ولمنع المجاعة. وفي غياب الضمانات الأمنية ذات المصداقية، العاملون الإنسانيون لن يتمكنون من الاضطراب بولايتهم لإنقاذ الأرواح لتقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين. نحتاج للعودة إلى إنسانيتنا، نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. هذا هو السبيل الوحيد كي ننقذ الأرواح.